التران ما عمره ما غيهرب عليك، حيت التران ديال الحياه ديالك انت اللي خاصك تسوقيه. السلام عليكم الزوينين، نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. معكم كوتش هلا في فيديو جديد. اليوم غندير لكم تتمه على الموضوع ديال النرجسيه اللي حسيت بكم قصت لكم الدبره. يعني شحال وحده كتعاني مع زوج ولا غادي نقولوا انسان كتعرفوا اللي فيه المرض ديال النرجسيه. اليوم بغيت نطرق لكم الموضوع، ماشي غادي نقول نفس الموضوع لان الموضوع ديال النرجسيه وليني من واحد الزاويه اخرى. الفيديو اللي قبل دويت على الزوج النرجسي، يعني ركزت على الانسان النرجسي الصفات اللي هي فيه. دابا غادي نطرقوا الموضوع من واحد الجهه اخرى، غندويو على الضحيه ديال الانسان النرجسي. المشكل هو ان كيفاش كتكوني في علاقه، ولاني كما كنقولوا قريت بزاف ديال التعاليق ديالكم كتقول لي شحال من وحده راه مشاع عليا التران، يعني راه تزوجت وولدت وهذا، يعني لقيت راسي من بعد غادي نقولوا واحد الرحله ديال العمر اني عاد اكتشفت اني انا مع واحد الانسان نرجسي. كيفاش نعرفوا الصفات ديال الضحيه ديال الانسان النرجسي، ولا شنو هي الشخصيه اللي خاصها تكون عندك باش انك تتفاداي انك ديري واحد العلاقه مع هاد الانسان هذا؟ خاصنا نعرفوا ونجلسوا مع راسنا ونكونوا يعني صادقين، ولا نقولوا صادقات مع الانفس ديالنا. راه تكوني بنت الناس وتكوني ظريفه، ولا تكوني مدينه، ولا تكوني ما عمرك ما درتي شي حاجه في الحياه ديالك، ولا هذا ما عنده حتى شي علاقه مع انك تقدري تكوني انسانه ناجحه ولا انسانه سعيده في الحياه ديالك. راه الطيبوبه ديال الشخصيه ديالك ما عندهاش علاقه بالسعاده. فاش كتكوني طيبه وكتكوني ذكيه هنا كتعرفي توصلي للسعاده، حيت المراه اللي كتكون ماشي ذكيه والمراه اللي كتكون ما كتنميش الذكاء ديالها، ما كتخدمش على العقل ديالها، ما كتخدمش على المايند سيت ديالها، كتكون عندها واحد الشخصيه مرتبطه بالفطره ديالها، ولا غادي نقولوا مرتبطه مع لي برينسيپ ولا القيم اللي عطاوها في التربيه ديالها. تقدري تكوني بنت الناس، تقدري تكوني ظريفه، من احسن النساء داخل سوق رزق، ما كتادي حتى شي واحد، ما كديري حتى شي حاجه وتطيحي في ود الحرام. علاش؟ حيت العلاقات ماشي نغمض عينيا ونتلاقى مع واحد وداها والله ما خلاها، ونكتبوا العقد ونديروا الزواج ونطلعوا في العماريه وهذا ونتزوجوا والحياه غادي تدوز سعيده. العلاقه كتبغي الذكاء باش اني نعرف اني ننجح ديك العلاقه. اولا نعرف مع من انا كنقيم هاد العلاقه ومع من انا غادي ندخل في هاد العلاقه ثانيا، وثالثا خاصني نعرف كيفاش الا دخلت في هاد العلاقه هذه كيفاش نخرج منها. باش نلخصوا الفيديو اللي سبق، قلنا يعني من اكبر الصفات ديال الانسان النرجسي هو شنو؟ هو انه كيدخل لك لانتيميتي ديالك، كيدخل لك المحيط الخاص، كيبغي يحيطك على العالم ديالك الخاص، كيبغي يدير لك واحد الحجز على العلاقات ديالك ولا العلاقات ديال العائله ديالك، كيدخل لك في الخصوصيه، تيدخل لك في الشخصيه ديالك، كيحاول انه يهدم لك الشخصيه ديالك، كيحاول انه يدير لك واحد لا ديبوندونس، واحد الادمان، يكون عندك واحد الادمان وتعلق عاطفي لهذا الانسان هذا باش يكون هو كيمثل لك المركز ديال السعاده وما تشوفي السعاده ديالك غير مع هذا الانسان. دونك كيفاش انا خاصني نكون باش اني ما نطيحش في الفخ ديال هذا الانسان هذا النرجسي؟ اول حاجه هو اني خاصني نحيد شي حاجه سميتها لا دوميستيكاسيون مونطال، البرمجه العقليه. هاد البرمجه العقليه اللي ماشي انا اللي برمجتها على العقل ديالي، الناس الاخرين اللي برمجوا لي العقل ديالي، يعني العائله ديالي ولا المجتمع ولا شنو اللي فهمت انايا من الدين. هاد البرمجه العقليه تقدر هي لا بروغراماسيون، تا بروبرو بروغراماسيون مونطال تقدر هي تاديك انك تلاقي غير مع ناس نرجسيين. بزاف ديال النساء، وغادي نعرفك انك كاين شحال وحده غتسمع ليا وتقول لي بصح هلا كنحس بك بحال دويتي معايا، العلاقات ديالك تتكرر كما كتقولي انا كنتلاقى غير مع ولاد الحرام، انا كنتلاقى غير مع رجال ماديين، انا كنتلاقى غير مع رجال كنعطيهم وما كيعطيونيش. كتلقاي راسك فاش كتجمعي العلاقات ديالك كاملين وتجلسي هكا ودير لهم سكانير وكتفرجي فيهم، كتلقاي تلاقيتي مع رجال مختلفين، وليني تقريبا نفس العلاقه بدات كتعاود ولا نفس المشاكل ولا نفس الاخطاء انك كتلقايهم. علاش؟ غادي نقولوا السؤال المطروح، السؤال الذي يطرحه نفسه كيطلب شويه ديال الذكاء، علاش انا وتيرو نفس نوعيه الرجال؟ يعني المشكل في انا ماشي المشكل في هاد الرجال هادو اللي كنتلاقى معاهم. رجل نرجسي كيبغي المراه الضعيفه، اذا خاصني نكون قويه. شنو هي القوه ديال الشخصيه؟ القوه ديال الشخصيه هو
اني نكون كنعرف شنو كنبغي اول حاجه وشنو ما كنبغيش، شنو هي الصفات اللي كنبغيهم وشنو هي سورتو الصفات اللي انا ما كنبغيهمش وما كنقدرش اني نتقبلهم. شتي العلاقات ديالك، انا كتعرفوني ام سو اوبن مايندد، عندي منفتحه بزاف، واخا كاينين شي ناس كيحطوني في واحد الاطار ما عرفتش ديال الهاله اللي غادي نقولوا متزمته في العقل ديالها، بالعكس انا منفتحه في العقل ديالي لواحد الدرجه اللي ما تقدروش تخيلوها. شتي العلاقات اللي انتي درتيهم في الحياه ديالك، بلاص ما الناس غادي يقول لك ناري كنتي كتصاحبي، ناري درتي علاقه، ناري درتي هذاك الماضي ديالك انتي، هذاك الماضي ديالك انتي كتحملي المسؤوليه ديالو. كيفاش ندير نفهم العلاقات اللي انا يدزت منهم؟ كيفاش ندير نفهم العلاقات اللي انايا عشتهم اوكي يعني كان عندي واحد لانفستيسمون فيهم؟ خاصني نشد ديك العلاقه ونعرف علاش ما نجحاتش. علاش كنقول لك ديما خاص يكون عندك واحد التحمل الشخصيه، راه عندك واحد الخدمه كبيره قبل ما انك تلاقي مع هذا النرجسي باش انك ما تدخليش معاه في علاقه. نشد العلاقه الاولى اللي دخلت فيها، علاش ما نجحاتش؟ طرات هذه وطرات هذه وطرات هذه، ونتحمل المسؤوليه ديال الغلط ديالي، ما نبقاش نقول اي علاقه خرجت من ناحيه هو ولد الحرام. تقدري تكوني انت يا بنت الحرام في القصه، تقدري تكوني انت يا المكلخه في القصه، تقدري تكوني انت الضعيفه في القصه، تقدري تكوني انت هي اللي ما درتيش ليه حدود، تقدري تكوني انت هي اللي تصرتي عليك، تقدري تكوني انت هي اللي عطيتي كلشي وما كان كيعطيك والو، بقيتي كتعطي 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 بحال ديك القرعه ديال الماء اللي مسكينه خوات. شت كل علاقه دزت منها، اول حاجه اخطاء اللي درت من الاول بشويه، شت لالا واحد الشميعه نشعلها حدايا نطفي عليا الضو، الا كنت ساكنه مع الدار نقول له ما يدخل عندي حتى شي واحد، ندير شي موسيقى اللي تكون هاديه ونجلس مع راسي ونشد واحد الورقه وستيلو نكتب فلان فلان فلان، والعلاقات انواع وكل وحده شحال من داخله في شي علاقه وكل وحده بغات شي واحد ما عرفت شنو كان الماضي ديالها كيفاش داير. كتب لا لا نكتب ديك الورقه فاش نتالي نحرق ما كتب السميه ديال الاول، شنو طرا وشنو طرا وشنو طرا وشنو طرا، الثاني شنو طرا وشنو طرا وشنو، وغتبداي تلقاي لي بوين اون كومون، وغتبقاي تلقاي الاغلاط اللي انت كديريهم وكتعاوديهم في العلاقات. فاش كنخرج من واحد العلاقه وما تنعرفش علاش انا خارجه منها ولا شنو طرا وشنو الغلط اللي درت، هنا كنولي كنتير يعني اثير يعني اجذب جاتير فيغ موا، كنجذب ليا كاع الناس اللي فيهم دوك الاخطاء اللي في العلاقه اللي انا مازال ما فهمتهمش وهما تتلقايهم فيهم. نعرف راسي شنو ما تنبغيش، شنو تنبغي، شنو الاخطاء، شنو لي ديفو، شنو الحوايج اللي ما نقدرش انا نتقبلهم. هنا كنولي كنبني الشخصيه ديالي، هنا كنولي كنعرف انا شنو ما كنحملش. فاش كنكون عارفه سورتو انا شنو ما كنحملش، تيقول لك سي تو نو سي با سكو تو ايم او موان تو دو سافور سكو تو نيم با، حيت فاش كنعرف انا شنو ما كنبغيش راه ديريكتومون انا كنعرف شنو انا كنبغي، حيت كيكون العكس. دونك فاش كنوصل انا واحد الانسانه اللي كتقلب على التوازن وكتقلب انها ما تكونش ضحيه ديال الانسان النرجسي، كنعرف اني ما كنبغيش هاد الصفات هادو، ما غاديش نقدر نتعايش مع انسان في هاد الصفات. فاش كنتلاقى مع الانسان باش اني ما نطيحش في الانسان النرجسي، حيت هذا الانسان النرجسي تيكون مانيبيولاتور دغيا تيديتيكتي لك انت شنو علاش كتقلبي. اوكي خاصك تعرفي انت شنو علاش ما كتقلبيش، شنو الحاجه اللي ما كتقلبيش عليها، شنو الحاجه اللي ما خاصهاش تكون فيه. فاش كنتلاقى مع الانسان وكنشوف غير الجانب الزوين اللي فيه، تنشوف غير شنو تيدير، كيفاش كيهضر معايا، تعيط ليا، تيغير عليا، جاب ليا كادو من هنايا، سولني شنو درت، تعطيني داك لو مينيموم سانديكال ديال العاطفه اللي انا كنكون مره عندي نقص ديال العاطفه، كنبغي اني نعمرو مع راجل وفرح انا يا اللي عندي شي واحد كيبغيني وكيدوي معايا وكيعيط ليا ولا هذا. هنا العقل ديالي كيغيب. فاش العقل ديالي كيغيب ما كنبقاش نشوف لي ديفو ديال الانسان، ما كنبقاش نشوف الانسان شنو كيفاش كيتصرف، ما كنبقاش نشوف الوقت ديال المشاكل الانسان كيفاش كيتصرف وفاش كيهرب عليا التران الوقت ديال المشاكل، وما كنشوفش الانسان كيفاش كيتصرف. هنا كنسى انا شنو ما كنحملش، وكنخلي داك الانسان يمارس عليا انا شنو ما كنحملش. وبما ان العقل كيكون غايب كنخلي غير العاطفه وكنزيد نتعلق بهذا الانسان. فاش انايا كيطرى واحد المشكل، كنتعرف على واحد الانسان، ولات عندي واحد المشاعر، كنلقى داك الانسان تيمارس عليا هذاك التعامل اللي انا ما كنحملش، هنا كنوقف، هنا كنوقف، هنا كندير ليه حدود، هنا تنقول ليه هاد التعامل ولد الناس انا راه ما غيصلحش معايا، انا راه لا تعاملتي معايا بهذه الطريقه هذه، السلام عليكم. وفاش كنقول السلام عليكم، هذه الكلمه ديال السلام عليكم غادي نحلوها. باش نقول لواحد الانسان السلام عليكم قبل منها كتطلب سنين ديال الخدمه باش نكون مستقله،
باش نكون مستقله ماديا. شنو هي مستقله ماديا بنت الناس؟ خاصك تكوني يا اما قريتي يا اما خدامه يا اما دامره على راسك، جامعة الدرهم على خوه، جامعة الزرقاء على خرها على اختها، وجالسه على شي حاجه صحيحه باش نقدر نقول الانسان السلام عليكم الا تعامل معايا خايب ونوقف حد للنرجسي. خاصني نكون مستقله ماديا، خاصني ما كنتسناش ديك 10 درهم ديال الحمام، ما كنتسناش غير يجي لدارنا يطلبني يجيب لي الورد مشموم ديال الورد ويجي لي قالب ديال السكر. ما كنكونش عايشه بواحد لا بروغراماسيون، واحد لا دوميستيكاسيون مونطال. خاصني غير نفرح والديا ونمشي، ما كنكونش انسانه باغي غير نهرب من المعاناه ديال التمرد ديال الوالديه والتنمر ديالهم والعنصريه وشحال من حاجه، وانا باغي غير نهرب من ديك الدار. نهار غتبغي غير تهربي، غتشوفي داك الانسان هو الفارس الاحلام ديالك اللي غادي يعاونك انك باش تحققي داك الهروب، وغادي تهربي وغادي تطيحي فشي حاجه اللي هي اكثر من الوالد اللي انت عايشه معاه. فاش كنكون انا في مرحله ديال الضعف، ما خاصنيش نتلاقى مع شي انسان. هذه بعدا اول نقطه. العلاقة المتوازنة، une relation équilibrée، une relation saine، صحية كما كنقولوا. ما كتكونش علاقة سامة. تقدري تدخلي للعلاقة وانت اللي تسميها. ما كندخلش للعلاقة وكنبغيها تكون une relation saine وانا ضعيفة. انا شنو هي ضعيفة؟ يعني ناقصني بزاف، ناقصني الحب ونقصني العاطفه ونقصني الفلوس ونقصني التسافر ونقصني الحوايج ونقصني لالا نمشي لهادي وندير هادي ونشري لهادي ونفرح والديا وما عاد شنو ندير، وباغي نولد وباغي ندير العرس شتي هاد النقص ديالك اللي تيكون كبير، هذا هو اللي كيدفعك تلاقاي مع الانسان النرجسي. حيت فاش تيكون فيه الجوع بزاف، اي حاجه كنعطيها ليا كناكلها. اما فاش ما تيكونش فيه الجوع، غتحطي الماكله قدامي والماكله يا لالا غير هي وما هي، وتنبقى نشوف فيها وكنبقى نقول دابا هادي واش ناكلها دابا، ولا نتسنى واحد الساعه، ولا نتسنى واحد الساعتين، واش نبدا بهادي وبلاتي شويه. كنبدا نتكبر عليها وكنبدا نتنفخ عليها. بحال هكاك العلاقات، العلاقه فاش كنكون فيه الجوع وفيها واحد لو مونك، نحس براسي خاويه. هاتي ندوز من الزنقه شي واحد يقول لي يا الزين، كنحس ويلي 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 ويلي، كنحس براسي بوكوسه وزوينه، الناس كيتبسلوا عليا بالزنقه. اما فاش كتكوني بصحه حاسه براسك بوكوسه وزوينه وعندك الثقه ولاد، كتكوني كديري لي زيكوتور ديالك تي مرفوعه، كدوزي كيهضر ولا ما كيهضرتي كما كتعبريه. النرجسي فاش كيديتيكتي الضحيه ديالو اللي كتكون ضعيفه، عندها مسكينه المشاكل بزاف، ما تيقاش في راسها، ما كتعرفش الناس، ما عندهاش مسكينه ماضي، يلاه تولدت هي واحد البيضه مخبيه مغمضه عينيها، عند المشاكل مع العائله ديالها، ما عندهاش واحد الظهر اللي هو سخون، ما عندهاش واحد عمر اللي هو نيت يكون صحيح، الاحلام ديالها بسيطه، مسكينه باغي غير تزوج وتولد شي وليدات وتجلس في الدار وتربيهم وتبقى جالسه كتسنى راجلها باش طيب ليه واحد الطاجين بالبطاطا والدجاج. تيقول الله الله الله، لقيت واحد الانسان اللي غادي نقدر نمارس عليها، غنمارس عليها القوه ديالي ونمارس عليها الشخصيه ديالي، ونقول لها سكتي تتسكت، كنضربها كتسكت، كنلصقها مع الحيط كتسكت، كنعطيها 10 درهم كتفرح، نهضر معاه ولا ما نهضرش معاه، نمشي نغيب عليها 3 سيمانات ولا 4 سيمانات كنجي كنلقاها مازال كتسناني. هنا تيمارس عليك الطغيان، وكيبقى الطغيان مرات طغيان، وانت كتقولي كتشوفي هو الفارس الاحلام ديالك، كتسني منه السعاده المطلقه. اما فاش الانسان النرجسي كيتلاقى مع واحد الانسانه اللي خدامه، كتصرف على راسها، لا بغات تخرج، لا بغات تلاقى مع ناس، عندها علاقات، عندها معارف، عندها العالم ديالها، عندها الحياه ديالها، عندها الخصوصيه ديالها، عندها علاقتها مع عائلتها تكون زوينه ولا ما تكونش زوينه، هي انسانه متحرره، عندها التفكير ديالها، والتفكير ديالها كيكون تفكير خاص، ماشي تفكير جاي من برمجه عقليه، هي برمجه عقلها لراسها، هي كتحكم في اللاوعي ديالها لراسها، لو سوبكونسيون، هي كتحكم في المشاعر ديالها. بغيتي تجاوب ليها ميساج، تصيفط لها ميساج من بعد 3 سوايع 4 سوايع، السيده خدامه ما مسوقاش ليك، صيفط من بعد 5 دقائق، صيفط من بعد 10 دقائق، ما تهضرش معاها انت نهار، السيده عندها الخدمه ديالها والعالم ديالها. بغيتي تمارس عليها لا مانيبيولاسيون، تديتيكتي والديك من الدقه الاولى. بغيتي دير على داك الشيء ديال الغيره، تلاقيت مع فلانه ما تلاقيتش مع فلانه، تقول لك السلام عليكم حيت انت ما كتحترمنيش، وانا ما كنتقبلش انسان يكون ما كيحترمنيش، حيت الانسان اللي ما كيحترمنيش تنقول ليه السلام عليكم، حيت انت ما كتزيدنيش شي حاجه كبيره في الحياه ديالي، ونقدر نعيش بلا بيك، ونقدر نتنفس بلا بيك، ونقدر نخدم وندير الفلوس بلا بيك، ونقدر نكمل الحياه ديالي بلا بيك، وانا اللي نعطيك في العلاقه، وانا اللي قادره نعطيك في العلاقه. العطاء مهم، العطاء مهم بزاف. فاش كنتلاقى مع واحد الانسان وكنتسنى غير ناخذ،
كنبغي غير ناخذ، كنبغي غير ناخذ. هنا فين كيمارس عليا ديك لا مانيبيولاسيون ديال كنجي وكنمشي، ونهار كنمشي كندير لك لا فريستراسيون، تندير لك الارتباك العقلي، حيت انا اللي كنعطيك، انا الراجل، انا كنعطيك وكنعطيك وكنعطيك وكنشبعك كنشبعك كنشبعك، اوب شتو غوست، كنمشي كنختفي، تختفي وقت ما بغيت، وانا اللي كنختار الوقت اللي كنرجع باش كنعطيك واحد شويه ديال بحال ديك الزريعه اللي كتلوح على الفلالس، نعطيك زريحه واحده ونغيب يا لالا، وقت ما قال عليا راسي ونقصر مع راسي ونجي ونلوح لك واحد الزريعه وتقولي الله حبيبي تفكرني، لح لي واحد الزريعه وبلات يا لالا ديك الزريعه نقشرها بشويه ونبقى نتسنى النهار اللي يجي عاوتاني يمشي يغيب ويرجع ويلوح لي الزريعه الثانيه. فاش كنكون تندخل في واحد العلاقه، هذا سي مون بروبر بوين دو في، الراي ديالي الشخصي، انا خاصني نكون واحد 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 لو سين، واحد لو سامبوليك ديال العطاء. المراه هي العطاء، خاص يكون عندي ما نعطي، ونكون العطاء عندي جياش، خاص العطاء يكون عندي فائض في العطاء. عرفتي شنو هي فائض في العطاء؟ فاش كندخل في واحد العلاقه وتيكون عندي ما نعطي، ياك ما خاصنيش ندم الى العلاقه ما نجحاتش. علاش؟ حيت الانسان اللي كيعطي قادر ديما يبقى يعطي يعطي يعطي، واخا شي مره كتحسي براسك tu te sens vidé، كتحسي براسك خويتي، كتحسي براسك عطيتي لواحد الانسان ما كيستاهلكش، ماشي مشكل، غتلاقي مع واحد الانسان اخر وغادي تعطيه وغادي يقدر كاع داكشي اللي انتي كتعطيه. العلاقه اللي كندخل فيها غير باش ناخذ، نهار كيغيب عليا الانسان اللي كناخذ منه كنتلف، ما تيكون عندي حتى شي حاجه، ما تيكونش عندي شي بلاصه ناخذ منها من غير هذا الانسان هذا. اما حتى لو دخلتي في علاقه مع انسان نرجسي وكنتي انت اللي كتعطيه، ونهار كديتيكتي انه انسان نرجسي، نهار كديتيكتي انه فيه دي ديفو ديال لا مانيبيولاسيون، كيتلاعب عليك في المشاعر، كيتلاعب عليك عقليا، تيدير شي حوايج ماشي هما هادوك، تيوريك يوريك الوجه ديالو الحقيقي، ما خاصنيش نتصدم، خاصني نفرح، خاصني نفرح عطيت لواحد الانسان اللي ما كيستاهلش، غنوقف العطاء ديالي. وما كاين ما احسن ما تكوني انت اللي كتعطي في العلاقه وتوقفي العطاء ديالك، ديك الساعه الانسان الاخر هو اللي كيندم عليك، اما انت كتمشي هكا والراس ديالك كيكون مرفوع. راه كاين فرق ما بين انا لا فيزيون ديالي للحاجه، لا سيتوياسيون اللي انا خارجه منها، يا اما نقدر نبقى نتغبن ناري عطيتو 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 ما استاهلش ودار لي ود الحرام ويدي وفعل وصافي، ما عمري ما غنبقى نعطي لشي واحد، ما عمري ما غنبقى ندير شي حاجه مشيت تما. اما نقدر نقول دخلتي لا لا لهاد العلاقه وانا اللي عطيت، وانا اللي كنت اليد العليا ماشي اليد السفلى، وانا اللي شفتو ما يستاهلش، وانا اللي شفتو ما يصلحش ليا، وانا اللي وقفت العلاقه، وانا اللي قلت ليه السلام عليكم. هنا كنمشي بواحد العزة النفس ونجدد العطاء ديالي ونتلاقى مع اللي حسن منه ونعطي ونخدم على ديك العلاقة ونتعلم حاجة جديدة. صدقات مرحبا بكم في عالمنا، ما صدقاتش حتى انت غادي نقول لك السلام عليكم. التران ما عمره ما غيهرب عليك، حيت التران ديال الحياة ديالك انت اللي خاصك تسوقيه. كل انسان كيتلاقى معاك يكون نرجسي ولا ما كيكونش نرجسي، خاصك تعرفي ان كل انسان عنده بزاف ديال الشخصيات. انا بعدا فيا واحد 160، وكل انسان كنتلاقاو معاه كنبغيو نمارسو عليه واحد الشخصيه معينه اللي تقدر تكون عجبنا على حساب الكانه ديالنا في داك الوقت. والشخصيه ديال الانسان اللي قدامنا هي اللي كتعلمنا واش حنا نحترمه ولا ما نحترموش، واش نقدروه ولا ما نقدروش، هو اش من تعامل نختاروه لهذا الانسان هذا. مثلا غنعطيك غير مثال، انا في الحياه ديالي انا ما عنديش شي واحد اللي يدخل معي في شي علاقه ويبدا كيعايرني ولا ينقص مني ولا يقول لي انت خايبه ولا في خايب فيك هادي، ولا ما يبدا يكريتيكيني ولا نحس بيه كيهبط مني، ولا تيوقفني باش اني نزيد في العمل ديالي في الخدمه ديالي نزيد لقدام، ولا بغيتك ديري شي اوبيراسيون استيتيك باش تبدلي هادي ولا ما تبدلي هادي، ولا نتلاقى معاه ونجلس معاه وانا كنهضر معاه وواز التليفون ديالو كيهضر، ولا يتلاقى بيا شي انسان ونحس بيه ما عطانيش ديك القيمه ديال تلاقى مع واحد الانسان واعر. ما عندي ما ندير بيك، تعاملتي معايا التعامل هذا ما عندي ما ندير بيك. علاش؟ حيت تلمون كنبغي راسي، تلمون مقدره راسي، فاش كنشوف راسي في المرايه كنفرح فاش كنشوف راسي. يعني الانسان الاخر اللي غيتلاقى معايا خاصو يكون تيفرح وتيقدرني نهار غيتلاقى بيا. فاش كنكون انا عاطيه راسي واحد القيمه، فاش كنتلاقى مع واحد الانسان خاصني يعطيني واحد القيمه اكثر من القيمه اللي انا عاطيها لراسي باش تزيد القيمه ديالي تعلى. فاش كنكون انا ما عاطياش قيمه لراسي وكيجي واحد الانسان اللي كيعطيني عاوتاني واحد القيمه قل من القيمه اللي انا اصلا ما عطيهاش لراسي، هنا كنهبط لتحت. العلاقات ديالي كامله مصالح، العلاقات ديالي كامله مصالح. شنو هي مصالح؟ ما كنتلاقاش مع شي انسان ما كيفيدني بوالو، تكون صحبه ما تكون صحبه، تكون حب، تكون مشاعر، تكون كيف ما كانت، اي انسان كنعطيه وقت في النهار ديالي مصلحه، خاصك تعطيني حيت انا غنعطيك، حيت انا فيا العطاء
انا فيا لا جينيروزيتي، انا كيعجبني نعطي، كيعجبني نتهلا في الناس، كيعجبني نفرح الناس، كيعجبني نكبر بالناس. دونك انا هادشي فيا اني فطره ديالي، انا الشخصيه ديالي دايره بحال هكا، عارفه راسي نهار غادي ندخل معك في واحد العلاقه غنعطيك، عارفه مسبقا اني انا غنعطيك، انت شنو غتعطيني، واش داكشي اللي غتعطيني انا محتاجاه؟ هذا هو اللي احسن، واش داكشي اللي غتعطيني انا محتاجاه؟ راه يقدر نتلاقى مع شي واحد اللي كيشري ليا السيكان غاليين وليني ما كيحترمنيش، السيكان ديالك انا ما محتاجاهمش، وليني الاحترام انا محتاجاه في التوازن ديال العلاقه. داكشي علاش كنقول لك فوقاش تقدري تتفاداي انسان نرجسي، واحد مثلا غيجي غير باش يشريك بالفلوس، تي ماشي تقدري تكوني ما محتاجاش لداكشي، اه صافي بليزير، آه واحد صفيره، واحد صويك، واحد الكسيوه، واحد الكادو، واحد السنيسيله، وهادي صافي بليزير، انك يعني كاين شي واحد اللي ما كتعجبوش الهديه، وليني واش كتعطيني داكشي اللي انا اصلا محتاجاه؟ بعد اول حاجه كما كيقول لك خضره فوق طعام، فين هو الطعام؟ عاد تزيدوا الخضره، وعاد نزيدو الديسير، وعاد نزيدو براد ديال اتاي مشحر. الا كنت انا ما كنعرفش انا شنو محتاجه، هنا كنتخربق في العلاقه، داكشي اللي كيعطيني كنفرح به، وليني كننسى انا شنو محتاجه بالضبط في هاد العلاقه هادي، وكتبقاي تاخدي تاخدي تاخدي، وداكشي اللي كتاخديه بحال شي غادي نقول لك شي حوايج، انت كتلبسي ليا سروال 36، السيد كيجيب لك لاطاي 48، اه جاب لي سروال 48 حيت كيسوا مع 100 مليون، اه جاب لي سروال 48 كيتسوا 50 مليون، اه جاب لي صباط النمره 58 اه حيت كيسوا 5 ديال المليون. وليني انت لاله شحال شنو تتلبسي، شحال كتلبسي؟ شتي الا فهمتي هذا المثال هذا غتولي تفهمي اني انا لو كنت كنلبس سروال 36 واخا نتوما قلال، لو كنت كنلبس سروال 36 راه خاصك تجيب لي سروال 36، اما خاصك تجيب لي لاطاي 48، واخا تكون 48 غاليه ماشي لاطاي ديالي، خاصك تجيب لي داكشي على قدي ولبس قدو ايواتيه، ما نفرحش بشي حاجه انا ما كنحتاجهاش غير حيت هي عندها واحد القيمه غاليه، ولاني انا راه ما كنحتاجش داكشي. واش انا ما عنديش سروال؟ السراول ديالي كاملين متقوبين، كلشي قديم، وفرحانه جامع عليا قشله ديال السراول غير لاطاي 48، شنو غندير بهم؟ غنديرهم جلابه ولا غنديرهم جبادور؟ ها الوقت اللي كنتلاقى مع واحد الانسان عنده واحد التعامل وما عنده حتى شي علاقه بالتعامل اللي انا كنقلب عليه، وكنبقى نشوف غير عنده دار، عنده طوموبيل، عنده هادي، عنده هادي، وليني واش عنده داكشي اللي اول حاجه انت كتبغي؟ واش عارفه انت بعدا اصلا شنو تتبغي؟ دونك فاش كنجي ولا نديرو غير واحد النقطه باش نلخص هذا الشيء كامل اللي كنقول عليه من الصباح، فوقاش كنقدر نكون انا الضحيه ديال الانسان النرجسي؟ الوقت اللي كنكون انا ما كنتحكمش في راسي، كنتحكمش راسي، ما كنعرفش راسي، ما كنعرفش شنو كنبغي، ما كنعرفش شنو ما كنبغيش، ما عنديش شخصيه، كيعرفني اني انا ما عنديش شخصيه، ما كنحترمش راسي دونك كيزيد ما كيحترمنيش، ما كنحترمش الخصوصيه ديالي كيطغى ليا على الخصوصيه ديالي، ما كنعرفش اني نحفظ واحد الاسرار ديالي بيني وبين نفسي، فكيدخل وكيعرف كاع الاسرار ديالي وكياخذهم ضدي، ما كيعجبنيش راسي من بعد كيرجع يعايرني بداكشي اللي ما كيعجبنيش في راسي، ما عنديش واحد التفكير منطقي شخصي ذاتي فكيطبق عليا هو التفكير ديالو. الوقت اللي ما كتكونش عندك تا بروبر رياليتي، تا بروبر فيزيون، الراي ديالك الخاص، وكتكوني كونفانكو اي بيرسوادي بالراي ديالك وبالتفكير ديالك وبالعقليه ديالك، فاش ما كتكونش عندك عقليه، فاش ما كتكونش عندك عقليه كنقدر ندخل ليك العقليه اللي بغيت، حيت انت اصلا عندك فراغ بحال شي بيسي، شي بيسي هو العقل ديال الانسان. بيسي فاش كتاخديه، ها انت خديتي ماك ولا خديتي ويندوز، ناخذ مثلا ويندوز بيسي، في الويندوز كتبداي تانستالي لي لوجيسيال، مفيش اللوجيسيال مثلا ديال الصوت، ديال هادي كتانستالي اللي بغيتي، كتبقاي تيليشارجي وانستالي، حيت ما فيه والو، كتعمري بداكشي اللي بغيتي، والبيسي ديالي ماشي هو البيسي ديالك، لونتي فيروس ديالي ماشي هو لونتي فيروس ديالك، لي فيروس اللي كيدخلوا ليا البيسي ديالي ماشي هما لي فيروس اللي كيدخلوا لك البيسي ديالك. فاش يكون عندي ديجا لوجيسيال ديال الصوت لا خدام مزيان وعاجبني وهو هذاك نيشان، علاش غادي نمشي نانستالي واحد لوجيسيال ديال الصوت اخر؟ لاني فاش ما كنكونش عندي اللوجيسيال ديال الصوت وانا محتاجه اني نسمع الصوت، محتاجه الشعبي الدرديك 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 الدرديك، اي واحد تيجي كيقول لي فلانه كيعجبك الدرديك كيعجبك الشعبي، اه بغيت اليوم ندردك يا لا، واخا غادي نعطيك واحد اللوجيسيال ديال الصوت وانستاليه، الله يرحم ليك الوالدين، كتاخذي داك اللوجيسيال وكتدخلي لوجيسيال كيكون فيه فيروس تفرقع عليك البيسي كامل. ها هاد الانستالاسيون هادي وهاد الكلمه ديال التفرقيع
جوغي بو دير اني نقول لك مثلا غادي يخسر لك البيسي ديالك، غادي امبيشي لك البيسي ديالك باش انه ما يشعلش، غادي بيرتوربي لك سا فا بيرتوربي ان فيت طون اورديناتور. انا كنقول لك كلمه فرقع، عرفتي شنو هي فرقع؟ هو انفجار. هادي شنو انفجار؟ راه كينفرجع كيتفرقع لك المايند سيت ديالك، كيتفرقع لك الدماغ ديالك، الدماغ ديالك كينفجر بواحد لا بروغراماسيون مونطال، بواحد البرمجه عقليه غالطه وفيها دي فيروس. يعني انت كتشديها كتقبليها وكتولي عندك بحال شي عقيده، كتعتقدي داكشي اللي كيانستالي لك الانسان. هاد اللوجيسيال اللي عطى ليا فلان انجينيور هو في الانفورماتيك قال لي خدام مزيان، كنانستاليه وانا راه ما عارفاش داك اللوجيسيال عامر دي فيروس، وما كنعرفش داك اللوجيسيال راه عامر انه غادي يبقى يراقبني. اي فنيت حليتها، اي واحد هضرت مع داكشي اللوجيسيال خدام اللي كيسجل لك كاع داكشي اللي انت كديري المحادثات. اش كنتلاقى مع واحد الانسان، شنو البرمجه العقليه اللي كيعطيني وشنو البرمجه العقليه اللي باغي يبدل ليا فيا؟ حيت البرمجه العقليه اللي كدار من انسان نرجسي ديما كدار بالهداوه، ديما كدار بحبيبه، ديما كدار بيبي، ديما كدار مون بيتي كور، مون امور، ما في، ما برينسيس، ما شيري، ما فام. ديري هادي، ديري هادي، انا غنفرح الا درتي هادي، غنفرح الا تبدلتي، غنفرح الا وليتي هكا، غنفرح الا وليتي هكا. واخا حبيبه، واخا راس عيني، واخا الكبيده، نديرها ونديرها ونديرها من اجل الحب اللي بيناتنا، من اجل الحب الذي سيحتل العالم. كيحتلك غير انت، اما انت العالم مازالك ما مفتي طاجا. فاش كنبدل لك البرمجه العقليه ديالك وكتولي تعتقدي باش انك تكوني امراه صالحه، وامراه صالحه للزواج، وامراه صالحه للانجاب، وامراه صالحه باش انك تلاقي مع العائله ديالو، امراه صالحه باش انه يسافر بيك، امراه صالحه باش انك تحسي براسك المدام، كتولي كديري وتتبدلي وتتبدلي وكتعيشي الحياه ديالك انطلاقا من البرمجه العقليه اللي عطاها لك هو. حتى نهار كتشدك واحد الترفيقه وتتقولي انا شكون، انا شكون؟ باش كنتلاقى مع واحد المراه كنتقبلها بالبرمجه العقليه ديالها هي، ما كنعاودش لها البرمجه العقليه ديالها. ويلا جلستي ليله البنات وزينت السميه مع راسك وما عرفتيش شنو هي البرمجه العقليه اللي عندك انت في راسك، شتي انا غنقدر نبرمجك عقليا. علاش شحال من وحده كتكتب لي شي تعليق هلا بدلتي لي حياتي، هلا بدلتي لي التفكير ديالي، هلا بالفضل ديالك درتي هادي ودرتي. علاش؟ راه حيت كنخدم لك على البرمجه العقليه ديالك. غير هو انا كنخدم لك على البرمجه العقليه ديالك ايجابيا، كتكوني كتفكري بواحد الطريقه وكنجي كنقول لك راه خاصك تفكري بواحد الطريقه اخرى، وفاش كتجربيها كتلقايها صادقه وكتحسي براسك حسن وكتحسي براسك تزيدي لقدام، كتثقي فيا. وداكشي اللي كنقول لك كتثقي فيه حيت كنخدم لك على البرمجه العقليه ديالك. وتخيلي شي واحد يكون تاثر فيك وتخدم لك على البرمجه العقليه ديالك سلبيا وكتثقي فيه وكيأثر فيك وكل شيء، وكتبقاي غاده في هذه البرمجه العقليه مفونديه. علاش شي وحده كتقول لك ترى انا تزوجت وضربت مع السيد واحد 15 عام، راه ولدت الولاده الاولى والثانيه والثالثه، عاد عرفت هذا الانسان هذا نرجسي. مال هذه السيده هذه كانت في غابه الجب؟ السيده هذه واش كانت مقرقبه؟ واش كانت ضاربه شي حاجه ولا شاربه شي حاجه ولا كاميه شي حاجه؟ السيده ها هو تي اربعه ديال الولدات، عاد انت عرفتي هذا الانسان هذا نرجسي؟ تي فين كنتي؟ ها البرمجه العقليه، البرمجه الانسان كان فوندي في واحد المايند سيت، واحد النوع ديال العقليه كندخلو في داك النوع العقليه وكيبقى غادي معايا. علاش؟ حيت هاد الانسان هادي الطموح ديالها كان غير تزوج، طلع في العنبريه عطا واحد 10 درهم ولا 20 درهم باش يمشي يضرب لك واحد التحميمه واحد التكسيله، لك دير مع عيطيها 30 درهم باش الكسله هي اللي تكسلها ودير لها الغسول، وترجع للدار تولد الوليدات وتقول للناس راني مزوجه، وتحس براسك طيبتي هي الطاجين لراجلها وكتعجن ليه الخبز، كانوا هما الاحلام ديالها. تا كتبدا تزيد تزيد تزيد، تلاقى مع ناس، تفرج في التلفازه، تشوف القنوات في اليوتيوب، تشوف الناس كيفاش عايشه، الناس كيفاش كتفكر، عاد كتقول ويلي انا مالي داخله في هذه الحياه هذه. تا كتفيق كتلقى راسها مبرزه حدا اربعه ديال الولاد، الكونت بونكير ديالها خاوي، راجل صاحب ليها مع جوج ولا ثلاثه، تيجيب ليها مرة ثانيه باغي يتزوج عليها، تعامل خايب، علاقه جنسيه خايبه. كتضربي مع السيد 25 عام 30 عام، عاد كتضربك كتصرفيقه هادي، عاد راك كتحسي براسك بحال راه كانوا دايرين لك البنج. دابا غادي نشرح لكم واحد اخر نقطه، هو لو سيندروم دو ستوكهولم. هاد لو سيندروم هذا يقدر يكون عندك، غتكونوا سمعتوه ولا كنتو تفرجتوا في لا سيري ديال لا كاسا دي بابيل. كان هذه قصه واقعيه، كان واحد في الوقت ديال يعني لو 23 اوت 73 1973 23 غشت 1973، كان
واحد الشخص سميتو اولسون كان دار واحد دخل لواحد البنكه باش انه يسرقها ودار واحد لابريز دوتاج ديال 4 ديال الناس. هاد لابريز دوتاج هادي دام الوقت ديالها 6 ايام 6 جوغ. فهاد الوقت هذا طرات واحد العلاقه اللي غادي نقولوا وطيده ما بين هاد لي زوتاج هادو اللي كانوا في ديك لا بنك وما بين الناس اللي دخلوا باش انهم يسرقوا هاد البنكه هادي. داروا يعني واحد لا غولاسيون اللي غادي نقول لك افيكتيف، واحد لا غولاسيون اللي واحد العلاقه اللي هي عاطفيه. فاش من بعد خرجوا من ديك لا بنك اللي من بعد 6 ايام شنو طرا لهاد لي زوتاج هادو بلاص ما انهم يمشيو يعني يدويو ضد هاد الناس هادو اللي هما يختطفوهم في الـ في الـ في الـ في غنقولوا الاحتلال ديال البنكه ولا السرقه ديال البنكه. بالعكس هما مشاو دافعوا عليهم، لي زوتاج دافعوا على هاد اولسون والناس اللي كانوا معاه وكاع وصلوا لواحد المرحله انهم مشاو باش انهم كيجمعوا فلوس باش يخلصوا عليهم كما كنقولوا حنايا الخطيه ولا الفلوس اللي خرجوا عليهم باش انهم خاصهم باش انهم يخرجوا من الحبس ولا هذا. هاد لي زوطاج هادو مشاو هما كيتكلفوا باش انهم يخلصوا عليهم المصاريف ديالهم. هاد لو سيندروم دو ستوكهولم شنو هو؟ هو انك فاش كتولي واحد العلاقه وطيده ما بين ما بين الضحيه وما بين سون اغريسور، ما بين الانسان اللي كيكون جاي باغي اذيك وما بين الضحيه اللي هي كتادى. هاد لو سيندروم هذا يقدر يكون بزاف ديال النساء اللي كتكون مثلا عايشه في واحد العلاقه اللي كيضربها مثلا الزوج ديالها وكترجع معاه. بحال كاينه واحد الانسان اللي كان راجل ديالها كيضربها كيخونها كتمشي لدارهم وكترجع معاه، هادي شكيت فيها ان عندها لو سيندروم دو ستوكهولم. هنا كيقول لك كون لا فيكتيم ام سون لاغريسور، كتكوني كيتعامل معك خايب وكيتعدى عليك وكيضربك وكيخونك وكيدير لك كاع داكشي خايب ومتعلقه بيه، عندك واحد تعلق عاطفي تلمو الانسان تتكون الانسانه ولا الانسان بصفه عامه تتكون عنده واحد البرمجه العقليه هو تيولي كيبغي هذاك الانسان اللي كيتعامل معاه خايب. كيقول لك جيم كون سا في مال، سي تو ايم كون سا في مال سا فا دير كو تو ا ان بروبليم. وهنا هاد لو سيندروم هذا كيطرا ليك الوقت اللي كتولي كتعطي تو دون ريزون ولا تو تروف دي بريتيكست. شنو معنيتها؟ معنيتها ان انسان غادي يجي يتعدى عليا غيضربني، بلاص ما نقول انا راه ما كنتقبلش انسان يضربني السلام عليكم وندوزو لواحد الحياه اخرى ونتفك منه. كيما شي حدا كتقول لك طلقي، راه كلمه طلقي كنقولها لك حيت انا ما عنديش هذا لو سيندروم هذا، وليني انت الا كان عندك ما غاديش تبغي تطلقي من هذا الانسان هذا اللي كيتعدى عليك. علاش؟ حيت كيكون بحال اللي غادي نقولوا واحد التسامح واحد لا توليرونس، انك كتبغي تلقاي واحد الاعذار. عرفتي راه كيضربني حيت كانوا كيضربوا والدي فاش كان كيتعدى عليا، كيدير معايا واحد العلاقه انسان مثلا كيبغي لا فيولونس، كيبغي العنف، العلاقه الجنسيه حيت مسكين تعداو عليه ولا كان مزوج بشي وحده دارت ليه ولا عنده واحد المشكل، كنبقى نعطي واحد الاعذار. الا انا كنعطي الاعذار للمون لاغريسور ولا الانسان اللي كيتعامل معايا خايب ولا الانسان النرجسي اللي انا داخله معاه في هذه العلاقه هذه، الا دخلت في البرمجه العقليه الذاتيه ديال اني كنعطيه اعذار كنولي كنبغيه، كنولي كنبغيه وكنولي كنسامحو على كاع التعامل الخايب اللي كيدير معايا. وهذه اخطر المراحل ديال التعلق العاطفي اللي يقدر يدخل ليها الانسان، هو انك تلقاي اعذار اللي انتي كتعتقدي بهم الانسان اللي كيتعامل معاك خايب، وكتولي المرحله اللي كيتعامل معاك خايب انتي كتعاني وليني كتسناي غير المرحله فوق لا فوقاش يتولي يتعامل معك مزيان. علاش؟ باش كتحسي براسك انتيا اون سيكوريتي وكتكون هاد العلاقه هادي طالعه ونازله، نهار كيتعامل معك زوين نهار كيتعامل معك خايب، ونهار كيتعامل معك خايب كتبقاي تسناي غير النهار اللي يتعامل معك زوين وكتبقاي انت طالعه ونازله وطالعه ونازله، والحياه ديالك هكا كتبقى غادا كلها تشقلبات، وهذا اختيار ديالك انتيا. الانسان اللي كيتعصب كيغوت يمشي يتعالج، الانسان اللي تيكون معصب تيهز يديه يمشي يتعالج، الانسان اللي كنكون داخله معاه في علاقه وغير كيتعصب يبدا يعايرني يكومونس ا مانسولتي باك جدك هادي بنت هادي ما بنت هادي بنت هادي يمشي يتعالج، الانسان اللي مريض كيمشي كيتعالج، ما كنعيشوش معاه وما كنكونوش معاه علاقه وما كنسامحوهش. شخصيا كان عندي لو سيندروم دو ستوكهولم فاش انا كنت مزوجه وكنت كنسامح فاش كان كيضربني، حيت ما ضربني ما مره ما جوج ما ثلاثه، وبالرغم من داكشي كامل كانت عنده طفولة هكا، كان عنده هادي الزواج، الزوجة الصالحة خاصها تسامح الزوج ديالها، الزوجة الصالحة خاصها تكمل مع الزوج ديالها، الزوجة الصالحة خاصها تسمع الزوج ديالها. اش من زوجة صالحة؟
واش انت السيد جالس كيجن دخلك وانت هي واقيله مسكين طرا ليه واقيله ما ادي واقيله لا ما كان واقيله ولا واقيله يمشي يتعالج. ولاني الحمد لله اني تخلصت من هذا لو سيندروم هذا واني تحررت ودرت برمجه عقليه لذاتي وقلت هذا الانسان هذا ما غيتبدلش ما غنصبرش معاه حيت ضحيت وضحيت 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 وانا اللي كناخذ العصا وانا اللي كنعاني ولا كنت بنت الناس وكنت انسانه مزيانه هو نمشي نبغي الخير لراسي. هاد لا فيديو هادي الا كنتي ضحيه ديال انسان نرجسي وما حركات فيك حتى شي حاجه ما تبقايش تتبعيني. هاد الفيديو هادي اللي دابا تفرجتي فيها وحسيتي بها ما فيقاتكش وما فيقاتكش من القلب وتجلسي مع راسك وتقولي انا شنو كندير في الحياه ديالي، انا اش كندير مع هذا، انا مالي داخله لهاد العلاقه السامه هادي، انا راه استحق الافضل، انا راه نستاهل حسن، انا راه خاصني نبغي راسي وخاصني نحترم راسي وما نهضر وما ندخل في علاقه الا مع الانسان اللي كيحترمني احترام اكثر من الاحترام اللي انا كنحترمه لراسي لانني استحق الافضل. فوقاش ما نتلاقاش مع انسان نرجسي، فوقاش نتفك من انسان نرجسي، كيفاش نفرق العلاقه من مع انسان نرجسي؟ ما تكونيش نرجسيه تجاه نفسك. نهار غنكون انا ماشي نرجسيه مع راسي، نهار غنبغي راسي وغنحترم راسي وغنقدر راسي ونقول للعالم كامل ونبغي راسي ونشوف المصلحه ديالي ديال راسي ونشوف المصلحه ديالي فين كاينه وما نبغي لراسي غير الافضل. نهار غنوصل لهذا المستوى هذا مستحيل اني ندخل في علاقه مع انسان نرجسي حيت كنكون فايقه وعارفه وكنكون واعيه. دونك مازال ما وصلتيش لهذا المستوى هادي مستوى هذا باردون غتبقاي تصيفط ليا ميساج انا داخله مع في علاقه مع انسان نرجسي تيدير ليا تيدير ليا تيدير ليا ولان المشكل راه فيك نتيا. نتمنى ان هاد لا فيديو عجبتكم وجاتكم على القليب كيعجبكم انتم هاد المواضيع هادو ديال النرجسيه فين كيشين. تهلاو فراسكم بزاف كيف العاده، لا تكون الانسان الذي يريدونك ان تكون، كن فقط الانسان الذي يجب ان تكون. عش بحبك لله ولا تنسوا نحن المغاربة قادمون إن شاء الله بقوة وفخر ستنحني إليها الرؤوس احتراما. دمتم في رعاية الله وإلى فيديو قادم بإذن الله. أحبكم.